اتبعك ربيا وكلاما، لو كذبوا صدقا أتسامى، لو جرحوا لوحت سلاما وتغاضيتا. وسيبقى نهجك عنواني، ذقت الجنة في إيماني، قاسيت وطيفك أنساني، ما قاسيت ومشيت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم متابعينا في حلقة جديدة من برنامجنا صانع الحضارة في موسمه الثالث. كيف نهندس الطفل الصانع للحضارة؟ كيف نصنع هذا الطفل الذي يمكن يوما ما أن يصنع نهضة عربية إسلامية؟ يعتقد كثير من الناس أن صناعة هذا الطفل الصانع للحضارة تعتمد على الجانب التربوي والجانب الفكري والجانب الثقافي فقط، ولكن هناك جانب مهم عند هذا الطفل، وهو أنه يكون الطفل هذا بصحته، أنه يكون قوي، أنه يكون ذكي، أنه يكون خالي أو بعيد عن الأمراض. وهذا اللي قدنا الموضوع مهم مع أحد الأصدقاء الدكتور ميباني، وهو طبيب مختص في طب الأطفال. أهلا بك دكتور. اهلا بك دكتور بن جدو، نسعد بلقائك. يعني راح نتكلم على موضوع مهم جدا جدا، خاصه في الوقت الحالي. يعني باش يكون الطفل ينمو نمو جسدي وعقلي يعني صحيح، لازم اول خطوه من الخطوات الرضاع الطبيعي. جيد، اسمح لي دكتور، هو المولى عز وجل في محكم تنزيله في سورة البقرة يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. في رأيك لماذا المولى عز وجل ركز على هذا الموضوع وفي نفس الوقت قال عامين حولين كاملين؟ لماذا مش عام؟ لماذا مش 3 سنين؟ الرضاعة الطبيعية راهي آية من آيات الله عز وجل، وراهم يعني في الغرب البلدان المتطورة أنشأوا أكاديميات ومنظمات للبحث غير في الرضاعة الطبيعية. يعني والأبحاث راهي ما زالها على قدم وساق على الإعجاز في الحليب الأم. ممتاز. حليب الأم راهو آية من آيات الله عز وجل. يعني لكن نأسف يعني نسبة الرضاعة الطبيعية عندنا في الجزائر. علاش؟ انخفضت. لماذا؟ انخفضت بسبب أسباب كثيرة. أسباب مثلا. كثيرة يعني السبب الرئيسي أنا اللي نشوف فيه باللي يعني عملي في الميدان، عمل الأم. يعني عمل الأم يعني تدي 3 أشهر تاع كونجيت ماتيرنيتي، يعني 3 أشهر هي غير من تفكر باللي راح تبدأ تخدم وكذا تبدأ تدخله في الحليب الاصطناعي. يعني على بيها رانا نشوفوا باللي النسبة في 2006 كانت 7%. يعني بعد 7% فقط 7% رضع. 7% اللي يرضعوا رضاعة طبيعية حتى للشهر السادس، يعني رضاعة طبيعية وحدة. يعني بعد مجهودات الدولة، المنظمات، الجمعيات، مجهودات الأطباء، طلعت النسبة حسب إحصائيات 2019 إلى 28%، لكن رانا بعاد عن النسب العالمية. على سبيل المثال الولايات المتحدة 77%، ألمانيا 82%. يعني وكاين صح. اسمح لي دكتور، لكن هذه الولايات المتحدة الأمريكية ولا ألمانيا دول متقدمة وكاين المرأة تخدم. كيفاش تقدر دير الرضاعة الطبيعية وفي نفس الوقت توافق معنا؟ هما كاين ثاني واحد النقطة، يعني الحليب الاصطناعي احنا هنا في الجزائر اغلبه يجي من الدول الاوروبية. يعني لحد الان ما عدناش مصنع لصناعة الحليب الاصطناعي لانه يتطلب تكنولوجيا وكذا، لكن الدولة مؤخرا يعني كاين شراكة، يعني بالك السنوات المقبلة راح يكون كاين مصنع لصناعة الحليب الاصطناعي. حاجة مليحة يعني لان كاين حالات وين لازم الطفل يعني لازم يكون كاين حليب اصطناعي، والحليب الاصطناعي يعني راهو داخل في الامن الغذائي، يعني الامن الغذائي تاع الدوله. يعني هذه حاجه مليحه فكرت فيها الدوله، يعني راح يديروا شراكه مع مصنع
خاص راح يبدأوا الإنتاج هنا في الجزائر، يعني حاجة مليحة. يعني على الرغم من الحليب يجي من معظم الحليب الاصطناعي في الجزائر مستورد، يعني ويجي من البلدان الأوروبية على سبيل المثال، كاين علامة ولا علامتين حليب اصطناعي يجي من ألمانيا. يعني مالغري هما على الرغم من توفرهم على مصانع تاع الحليب الاصطناعي وفي بلادهم والآخر، وهما يشجعوا الرضاعة الطبيعية ويشجعوا الرضاعة الطبيعية. على سبيل المثال كندا مدت، يعني عطلة الأمم والأم مدتها لسنتين حتى كما قال الله عز وجل أن الرضاعة الطبيعية حولين كاملين. يعني هل اسمح لي، هل كاين دراسة علمية أو دراسات علمية تثبت لماذا سنتين بالذات، ولماذا حليب الأم بالذات مقارنة بالحليب الطبيعي، ولا نقولوا مثلا حليب البقرة ولا حليب الأغنام ولا حليب الحيوانات؟ يعني لأن حليب الأم راه يعني رغم التقدم الهائل تاع الإنسان وين وصل، ما قدرش يصنع يعني حليب بنفس النوعية هذه استيرادا لقوله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق. هذه يعني عجزوا يعني على بها. داروا منظمات يعني وأكاديميات علمية لبحث حليب الأم، راهو حليب خارق. يعني حتى مؤخرا دراسات حديثة أنه وجدوا فيه خلايا جذعية تمر من حليب الأم إلى الطفل. هذه الخلايا الجذعية تجدد وترمم الخلايا التالفة، ما الطفل خلال الرضاعة يبعث خلايا جذعية للأم نتاعه عن طريق الثدي، تروح حتى للدماغ تاعها وتعيش معاها الخلايا الجذعية، وما كذلك تمدلوا مواد جينية في الحليب تاع الأم. يعني هذه الدراسة أدهشت الكل، وعني على به يعني. وحنا الحمد لله نحن كمسلمين، يعني سبق الإسلام هدر على الشهادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أنه الطفل كيكون رضع مع طفل آخر من نفس الثدي، يعني ولو إخوة ويحرم الزواج بينهم، يحرم الزواج بينتهم، يعني بسبب لأنه في الأخير كينا بطريقة غير مباشرة عن طريق الرضاعة كاين تقاطع جيني، كاين تدخل المورثات، يعني الأم الحليب فيه مورثات يدخلوا للطفل هذا ما يكونش وليدها. يعني على بها نشوفوا بين أنه أطفال كي يرضعوا من نفس الثدي يكونوش إخوة ويتزوجوا، يعني راح يكون كاين إجهاض، راح يكونوا كاينين تشوهات خلقية للجنين، يعني لانه راهم حاملين نفس الماده الجينيه. وهذا المعلومه هذه معلومه جديده ماهيش معروفه عند الناس، يعني هما تغطيه باش ما نعرفوش واش معنى الاسلام تاعنا، وعلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، ما مذكوره في القران، واخواتكم من الرضاعه، يعني الطفل كيف يرضع من الثدي تاع امراه اخرى يصبح اخوه للعائله هذيك، على بها يحرم يولي اخ، يعني اعجاز علمي كبير في هذا الخلايا الجذعيه. اسمح لي دكتور، المتابع للدورة تاع السنتين الأم اللي ترضع يلاحظ أنه الأيام الأولى لعملية الرضاعة وكأنه الحليب يكون خفيف هكذا، ومن بعد مدة 40 يوم أو 20 يوم لا أعرف كم، ثم يبدأ يثقال ويبدأ تتغير التركيبة نتاعه، وكأنها تتغير مع تركيبة مع نمو هذا الطفل. نعم نعم نعم، كاين الأيام الأولى الثلاث أو أربعة أيام نسموها إحنا في اللغة العربية اللبأ ولا الباء، يعني هذاك الحليب مهم جدا هذاك الحليب، وهو مهم جدا ما منكم بكميات قليله. كاين يعني امهات بزاف تقول لك انا نهارات الواله ما فيهاش الحليب بزاف، لا بالعكس، هذاك هو الحليب الصح، وهذاك هو المنطلق باش تنجح لك الرضاعه الطبيعيه. لازم الساعه الاولى تحطيه على صدرك، يعني ما ياخذ كميه قليله، بس هذاك راهو غني بالخلايا المناعية، غني بالأجسام المضادة، يعني يقي الطفل ثاني من يقي الطفل من البوسفاير، يعني ليكتر،
يعني غذاء لا نظير له. تاع الايام الاولى اللبا ربي خلقه يعني باش، لان الطفل الايام الاولى يكون معرض بزاف للالتهابات الفيروسيه والبكتيريه. وفي نفس الوقت على ما اظن قريت في واحد الدراسه انه الرضاعه في الثلاث ايام الاولى هذيك هي اللي راح تزيد تحفز الثدي تاع الام باش. نعم نعم، هذه علميا مثبته، انه تقول لك الام راهو الحليب نتاعي ما يكفيش، علميا مثبته انه الطفل قد ما يرضع قد ما يزيد الحليب الام، ما في اوقات المجاعه، سبحان الله، ما في اوقات المجاعه راهو الحليب يبقى، يعني الام تكون في وقت مجاعه ما كاش واش تاكل الحليب راح يكون كاين، يعني راهي آية من آيات الله عز وجل. يعني الطفل كي يزيد معاه رزقه كما يقول، يزيد معاه رزقه، يعني طريقة فريدة. يعني لكن كاينه واحد المعلومة هكذا ممكن أنا درستها في مقال يقول لك وكأنه الأم في فترة الرضاعة تولي عصبية شوي، هل كاينه علاقة؟ بالعكس، دوك نجينا نهضروا على قبلنا نهضروا فوائد الرضاعة الطبيعية للأم، خلينا من الطفل نهضروا فوائد الرضاعة الطبيعية للأم. فوائد الرضاعة الطبيعية الأم تقيها من الموت، لأنه أول سبب للوفيات عند المرأة الحامل في الولادة في مرحلة الولادة النزيف الدموي. صحيح. يعني من بين أسباب الكبيرة. الوفيات على الأمهات في مرحلة الولادة النزيف الدموي. الأم كي ترضع وليدها يخف يقل هذا الخطر، لأنه كاين إفراز تاع هرمونات والآخر، يعني الرحم يتقلص في فترة قليلة ونقص من خطر النزيف الدموي. ياك النزيف الدموي صح، هي مرهقة الرضاع، مش مرهقة لكنها فيها مجهود بصح كاين مكافأة ربانية. صحيح. أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أمك ثم أمك. صح. يعني راهي ثم أبوك ثم نحن من الآخر. يعني فيها هي تطلب مجهود لكن فيها مكافأة. وثاني يعني الأم اللي ترضع، داروا دراسات كثيرة أنه الرضاعة الطبيعية تحمي ضد سرطان الثدي وسرطان المبيض، يعني الكونسير دي سان دي زوفر، يعني تحميهم. يعني الأم اللي رضعت أولادها عندها تقل النسبة حتى 40% ما شاء الله خطر الإصابة بسرطان الثدي. عدنا فوائد ثاني، تقلل السكر، يعني الأم كي تكون عندها السكري الحمل، يعني كي تكون ترضع يعني هي اغلبتهم يشفوا لا بصح كي تكون رضاعه طبيعيه يعني يحمي الام من السكري النوع الثاني. كاين امهات تقول لك الرضع نسمان، بالعكس رضاعه طبيعيه ما تنقص في الميزان، يعني تخلي الميزان تاع الام ثابت، يعني ما تسمانش. يعني ثمانني قاعد نشعر وكانه للاسف وكأنه المرأة نقول الجزائرية هزت كثير من الأفكار الخاطئة أفكار خاطئة عن الرضاعة، أفكار غربية عن الرضاعة، رغم أنه الغرب يدي من عنا الإكستري. إيه يعني ثاني يحمي من الضغط الدموي، العاطفة هذه، الاتصال بين الأم والطفل راه مهم جدا للأم وللطفل، للأم وللطفل. كاينه دراسة حديثة تقول أنه الأم كي تسمع وليدها يبكي تفرز هرمون الأوكسيتوسين، تفرزه باش الثدي نتاعها يحضر نفسه باش يفرز الحليب، لأنه سمعت البكاء تاع الطفل، مجرد السماع تاع بكاء الطفل نتاعها. يعني يعني فوائد لا حصر لها للام، يعني الرضاعه الطبيعيه للام. يعني احنا نجيو على الطفل، نكملوا برك الاستاذ على الام، يعني الام العامله، يعني كاين بزاف النساء عاملات، يعني هذا ما يمنعش باللي تكمل الرضاعه الطبيعيه. كيف عندها ساعات الرضاعة خلال العمل، أن القانون حافظ ليها ساعات العمل، ما بالك عندها ساعتين تاع رضاعة طبيعية. يعني وكاينه واحد الفكرة أن الأمهات ما يعرفوهاش، أنه الحليب تقدر صباح قبل ما تكونسيرفيه، يعني تكونسيرفيه في الثلاجة، تحافظه في الثلاجة. يعني ودوك راه كاين الوسائل، كاين هذيك
التيري اللي تجبد الحليب اليدويه او الاوتوماتيكيه يعني تسهل على الام. ويعني حنايا الام تدي 3 اشهر تاع ماتيرنيتي وتزيد يعني تدي الشهر تاع الكونجي نتاعها السنوي هذاك يولوا لها 4 اشهر. يعني 4 اشهر يعني الطفل نقدروا ندخلوا نبداو في التغذيه يعني في التنويع التغذي يعني حسب الدراسات الحديثه يعني بعد 4 اشهر الطفل يبدا يدخل في الربع الشهر الرابع نقدروا ندخلوا الاكل دوك يعني تنقص كميه الحليب المستهلك بلا ما تدخلي حليب اصطناعي. الحليب الاصطناعي يعني الحليب الاصطناعي دونك تقدر توفق بين العمل تاعها وال 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 والرضاعه الطبيعيه يعني تجبد له في الليل ولا الصباح قبل ما تخرج للعمل ولا عندها زوج ساعتين هذوك الا كانت قريبه للمنزل تقدر ترضع وليدها عندها حق هيك في القانون. باش ما يفسدش الحليب هذا تقدر تحطه في يعني نحطه في درجه الغرفه 6 ساعات يعني اذا اكثر من 6 ساعات لازم الثلاجه يعني الثلاجه يعني الثلاجه هذه فكره يعني ما يعرفوهاش بزاف الامهات. نعم. ايه ويعني باش من انا خلال عملي في العياده وفي المستشفيات يعني اول خطوه باش يكون عندك طفل سليم جسديا وعقليا لازم الرضاعه الطبيعيه. لازم الرضاعة يعني أول خطوة باش يكون عندك وليدك ناجح في الحياة يعني لازم ترضع رضاعة طبيعية من ناحية الجسدية يعني العضوية نتاعو الأعضاء نتاعو ومن ناحية العقلية والنفسية أيضا. إيه العقلية اللي هي النفسية نتاعو الطفل راح يلتصق بالأم نتاعو أكثر من 6 مرات 7 مرات في النهار يعني في الحضن نتاعها ما يكون لأنه كاين كثير من الناس كما قلت يحسبوا أنه موضوع الرضاعة هو موضوع جسدي فقط حليب يدخل إلى جسم الأم ومن جسم الأم إلى الإبن فهذا الإبن يكبر لكن هناك البعد النفسي أيضا بعد النفسي حبس كاين دراسات كثيرة تقول بأن الأطفال اللي يرضعوا رضاعة طبيعية يكون مستوى الذكاء نتاعهم عالي. نعم هذه نفس مستوى الذكاء نتاعهم عالي ما يديروش ما يتعرضوش للاكتئاب لا ديبريسيون يعني الاثار الجانبيه على المدى القصير ولا المدى البعيد. استاذ كي قلت لا ديبريسيون هل نقدر نقولوا انه احد اسباب الاوتيزم نقص الرضاعه في الفترات يعني التوحد التوحد راه عنده عوامل كثيره يعني عوامل كثيره يعني ان طفل يرضع من حاجه بلاستيكيه ولا تاع زجاج ماشي كيما الطفل يرضع من الثدي تاع امه والاتصال مباشر معه يعني فرق كبير فرق علاه هي من الاسم نتاعها تعرف يعني رضاعه اصطناعيه مصطنعه يعني واحد دوريجين ناتيرال وواحد مصطنعه لا مجال للمقارنه. استاذ سؤالين السؤال الاول هل هناك اطعمه معينه تزيد الحليب عند المراه ولا كلش لازم يكون طبيعي؟ الاستاذ هي ماهيش كيسيو تاع اطعمه ولا هي راهي سؤال يعني مساله قناعه وتحضير نحضروا الام خاصه الازواج الجدد ما عندهمش خبره جي. ما عندهمش خبره يشوفوا بزاف الفيسبوك يشوفوا بزاف مواقع التواصل الاجتماعي يتاثروا دونك ما عندهمش خبره في الموضوع هذا لازم نحضروا الازواج خاصة خلال الحم لازم تنشط الجمعيات يعني باش باريزون في الدول الغربية قروهم يعني الأم هي والراجل تاعها ياك تروح مقر جمعية تتكفل بها طبيب ولا ممرض ولا قابلة ولا المهم يكون إنسان في الميدان الصحي عنده تكوين في الميدان الصحي يحضر الأم والأب كذلك للرضاعة الطبيعية يعني لازم هي ماهيش يعني مساله قناعه انه نسيو نقنعوا الازواج خاصه الازواج الجدد اللي ما عندهمش خبره بالرضاعه الطبيعيه لانه للاسف وكانه العائله الجزائريه خاصه العائله الجزائريه الجديده اليوم ما عادتش كيما العائله بكير لم كاينه عائله كبيره تشرف وتمد نصائح دونك عائله جديده وتتاثر بمواقع التواصل الاجتماعي كما قلت ثقافة الفاست فود هذه
يشوف فيديو زوج يعتقد أنه هذا كهاية مبلغ العلم. نعم كما قلت لازم الجمعيات، لازم المراكز العلمية، المراكز البحثية، المؤسسات، مؤسسات الحكومية لازم ليها تقري الناس فوائد هذا الأمر، ولازم كما نقول نحن نطلع النسبة 28%. أنا أعتقد أنه رانا أضعاف بزاف، أنا بعاد بعد من 7% ياك يعني. الحمد لله يعني كاين أمهات يعني راهم يبذلوا في مجهود، كاين أمهات يعني تقول لك أنا في الليل ما نقدرش نوض، نعطيه بيبغون غابيدمون نعود مولي نرقد. رأي الرضاعة طبيعية راكي تؤجرين عليها يعني، من يعني على اعتبارنا مسلمين راه فيها أجر عظيم، أجر عظيم. يعني هما ما يعتقدوش المعتقد هذا، هما يعتقدوا المعتقد أنه الطفل لازم يرضع رضاعة طبيعية لأن مليح له الصحة الجسدية والعقلية. احنا نعتقد الأجر والصحة الجسدية والعقلية تاع الطفل، يعني على بيها لازم 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 نبذلو مجهود، وخاصة أنه كاين في السوق الجزائرية كاين أنواع بزاف تاع حليب، وكاين منافسة، وكاين منافسة على بيها يعني نقصة الرضاعة الطبيعية. ما كاش تشجيع يعني، ما كاش تشجيع. وثاني من بين أسباب نقص الرضاعة الطبيعية في الجزائر الولادة القيصرية، الولادات القيصرية يعني ولادات قيصرية يعني راهي حاجة طبيعية يعني باش نحمل الطفل والأم يعني. نعم. نلجأ للعيادات القيصرية. كاينة فكرة خاطئة في المجتمع الجزائري أن العيادات القيصرية يعني راهي تجرى بطريقة يعني مبالغ فيها، بالعكس يعني حماية الأم والطفل. يعني أنا نفضل أنه الأم دير عملية قيصرية تحمي نفسها من الموت المحقق، وتحمي الطفل تاعها من الإعاقة. نعم. نعم. من الإعاقة والموت يعني. أحيانا يتعرض يكون طفل في ريسك كبير بأنه قادر يموت أو يكبر ويكون عنده إعاقة. يعني ما من الأم يعني، والحمد لله ذوك أغلب العمليات القيصرية راهي تجرى بتخدير موضعي يعني. جيد. ما هيش تخدير يعني، حالات قليلة يكون أنستيزي جنرال يعني تخدير موضعي. يعني الأم تبذل شوي مجهود برك، دير شوية كوراج برك يعني شجاعة، وتبدأ ترضع يعني. ماشي زعما راهي بالسيزر صح يعني عملية وفاتح وكذا، بالصح تبذل مجهود خاصة الساعات الأولى يعني من بعد الولادة القيصرية. نعم. الاتصال هذاك الكمية القليلة هذيك تاع الحليب هذه هي مهمة، أضعاف مضاعف من الحليب الاصطناعي يعني. كمي بالك يعني أمي اللي تخمل الحليب هذاك تاع الأم خير من 200 يعني مليلتر تاع الحليب الاصطناعي، لأنه غني بالأجسام المضادة وبالخلايا المناعية يعني راه. بحثت واحدة الدراسة أجراها بروفيسور جزائري قرانا لما كنا ليزيكستال، توفى الله يرحمه. دار دراسة لاتيز نتاعو، كانت دراسة ما بين مقارنة ما بين حليب الأم وبين حليب الاصطناعي وبين حليب نعجة. لكن عبالك النتائج كانت مبهرة، هي وكأنه تحس حليب الأم نوعا ما يتغير حسب تطور. نعم. نعم. تطور الجسم تاع الطفل، وفي نفس الوقت تطور البسيكولوجي والنفسي والديفلوبمون بسيكوموتور تاعه. وفي نفس الوقت تلاحظ أنه كاين واحد التقارب في النسب في الأرقام ما بين البروتين والسكر وكذا، مقارنة مثلا بحليب الاصطناعي تلقى السكر عالي زيادة على اللزوم، فتلقى الطفل لما يشرب الحليب الاصطناعي يطلع السكر يدوخ يقول يرقد لك 3-4 سوايع ورا بعضهم، وهذا عادة كثير من الأباء والأمهات يعني يطيحوا في الفخ هذا. يعني نجول الفوائد للطفل. يعني نعم. درنا الفوائد الرضاعة الطبيعية للأم باش هي تتحفز، يعني المسألة راهي مسألة قناعات برك يعني. والخبر المبهر يعني اللي الخلايا الجذعية يعني الطفل راح تعطيه انت الام راح تعطيه خلايا جذعيه منك، خلايا منك. يعني على سبيل المثال تصرى له التهاب سحايا، يعني الطفل بعد الشر لا قدر الله تصرى له التهاب سحايا. يعني الطفل كي يرضع من عندك راهو تعطي له انت خلايا جذعيه وجينات ترمم له الانسجه المتلافه بسبب البكتيريا هذه. يعني هذا سبب كافي انه الامهات تبذل مجهود، يعني لازم تبذل مجهود باش تحمي وليدها. هذه في الاثار الجسديه، خلينا من الاثار العقليه. يعني الاثار العقليه راهي، والطفل لازم النمو الجسدي والعقلي نتاعو يمشوا مع بعضهم بعض. في بعض الاحيان
النمو العقلي، الاهتمام بالنمو العقلي اكثر من النمو الجسدي. درك نهضروا على الفوائد عند الرضيع، يعني حليب الام راه كما قلنا غني بالاجسام المضاده، بالخلايا المناعيه، يعني غني بالاجسام المضاده الخلايا المناعيه، يعني فيه كامل العناصر الغذائيه اللي توفر له نمو جسد، ما يحتاج حتى ما يحتاج غذاء اخر يعني. والمنظمه العالميه للصحه توصي بالرضاعه الطبيعيه وحدها يعني بدون اضافات. خلينا نحكوا على من الغذاء لي لا ديفيرسيفيكاسيون على هذيك نحكي ونحكيوا على خلينا من الفيتامين دي ولا هذاك اللي لازم يعني. نعم. الفيتامين دي والتلقيحات الاخر يعني توصي غير بالرضاعه الطبيعيه الى غايه 6 اشهر، يعني غذاء الام راه كامل مكتمل ويعني ومجانا معقم، ويعني وفي الوقت اللي يحب الطفل، يعني ما تحتاجش اجراءات تشري الحليب وحضر البيبر ويعني تفره ويبكي تسمعيه يبكي مخك يفرز هرمون الاوكسيتوسين، يعني راه الحليب ديجا بدا يفرز يعني. وكاين دراسه ثاني قريتها حديثا يقولوا انه الام يكون الجنس الطفل ذكر ولا انثى الحليب يتغير. سبحان الله. كيكون جنس الطفل انثى تكون كميه الحليب اكثر وتكون غنيه بالكالسيوم، يعني باش نهيئوا ذاك الطفله للبلوغ المبكر. سبحان الله. لان البلوغ الطفله تبلغ قبل من علاه نشوفوا البنات يعني عندهم ترفد صحتها قبل الذكر يعني. ووجدوا انه الحليب الكونتيتي كي يكون ذكر وانثى ما تكونش نفس الكميه، والتركيب ثاني عند الذكر يكون غني بالبروتينات والدهون، ثاني الخاصيه الجسميه تاع الذكر. ممتاز. يعني فوائد لا حصر لها عند الفوائد الجسديه ولا العقليه، وخاصه الاتصال هذاك ما بين الام وتحمي من الالتهاب الفيروسات المعويه اللي يدير يعني سكون ابالي غاسترونتيريت الاسهال، وهذا من بين اهم اسباب الوفيات عند الاطفال. يعني تاقي من التهاب الاذن الوسطى، الطفل كيكون يرضع رضاعه طبيعيه يعني مش راح يتعرض للالتهابات كيما الطفل يرضع رضاعه اصطناعيه. يعني تاقي من الموت المفاجئ للرضع، يعني الطفل كيكون يرضع رضاعه اصطناعيه ماهوش كيما الطفل. بس هذا هذه نتكلم فيها دكتور انني عن بالي، لكن للمشاهد هذه اسمها دراسات علميه بالارقام. قلت لك الاستاذ كاينه منظمه دوليه للبحث الجيني في الحليب، يعني منظمه بالميزانيه بالعلماء انتوها علماء يعني اطباء يعني متخصصين في البحث العلمي ويعني مخصصين غير الحليب الام، يدرسوا غير في حليب الام. يعني لولا الدراسات هذه لما ثبتوش بان ما لحقوش احنا علاه يعني لولا الدراسه هذه ما نعرفوش علاه. انت كيفاش تقول يا ودي ارضع شويه مصدر امراه واحده اخرى يسمى يحرم تتزوج به، يعني تقول كيفاش انا تما. نعم. وانا لطالما انا شخصيا لطالما كنت نسال السؤال، واش هو السر العلمي في هذا الامر؟ ولكن سبحان الله استاذ في نهايه البرنامج عندي سؤال، كي نضع هذا الكلام في السياق الحضاري تاعو، لماذا سيدنا موسى عليه السلام قبل ما امه ترميه في النار امر المولى عز وجل ان ارضعيه؟ هل كاين حادثه؟ نعم هذا الحادثه انا ثاني قريتها حديثا تحضيري الموضوع هذا. يعني تستنبط شوف الهول الموقف، فرعون قتل الاطفال بني اسرائيل قتل يعني بين يديها، الله عز وجل يقول لها ارضعيه، يعني ما هوش امر سهل، يعني رضاعه طبيعي رضعيه يرضع برك ياكل برك نو. راهي فيها ايه من ايات الله عز وجل ان ارضعيه. قريت في دراسه على ما اظن انه لذلك حرمنا عليه المراضع من بعد، يعني لما رضع الرضعه الاولى بقت مرتبط بتلك الام، لما راح القصر الفرعون وكانه رفض تلك
كل المرضعات. نعم نعم. فوجدت الأخت نتاعو تسمى هذاك هو الليان تاع اللي قال فيه المولى عز وجل من بعد فرجعناه رجعناه لأمه من بعد باش يقدر يرضى. راهي على بها راهو راهي 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 دراسات كل سنة كاين دراسات على حليب الأم. حليب الأم يعني للأسف يعني الحالة طبيعية أنه إحنا اللي نقود الأبحاث هذه نقود ناخذ أن أرضعيه ونبحث علاه ربي قال أرضعيه. يعني موقف تاع قتل وخوف وفرعون وما أدراك ما فرعون والجنود نتاعو يحوسوا في المنازل على الأطفال باش يقتلوهم وربي قالها أرضعيه أرضعيه. يعني كما قال السيد قال الله عز وجل لمريم عليها السلام هزي إليك بجذع النخلة. يعني الإنسان ما يعني هول الموقف اللي كانت فيه سيدتنا مريم والله عز وجل قالها هزي لازم السعي لازم تسعى السعي هزي إليك وكولي وشربي. يعني الإنسان لازم الحياة تستمر بالرغم الصعاب اللي فيها وأن الله عز وجل كي يذكر حاجة في القرآن الكريم حتى ولو ما فهمناش الحكمة ما فهمناش إحنا الله غالب البحث العلمي متوقف عندنا. يعني إن شاء الله تكون كاين فرق بحث في موضوع حليب الأم لأنه راه كنز يعني وأنا نطلق هذا يعني نجاح الطفل أول خطوات بناء طفل سليم. يعني أول خطوة باش وليدك إن شاء الله كي يكبر يعني يكون طفل سليم جسديا وعقليا الرضاعة طبيعي أول ممتاز. خطوات النجاح ممتاز. في نهاية الحلقة رسالتنا للمشاهدين هو الرسالة لما نتكلم على الرضاعة نحن لا نوجه رسالتنا للأطفال نحن نتكلم للأمهات وللأباء للمربين للأطباء للأساتذة للمشرفين تربويا على الأطفال القابلات للناس الذين يضعون البرامج الصحية ويضعون البرامج التربوية من الوزير وارواح. رسالتنا أنه لا يمكن أن نبني حضارة ومش ممكن الجزائر تتقدم ومش ممكن المسلمين يرجعوا إلى العز الذي كانوا فيهم إذا لم نبدأ بأول الخطوات اللي هي الرضاعة. سيدنا موسى عليه السلام اللي هو أحسن 5 قادة في تاريخ الإنسانية هما الأنبياء 5 أولي العزم كان واحد من 5 القادة الكبار للتاريخ البشرية. أول خطوة أخذها في هذه الحياة في وقت كان ممكن يقطع رأسه هذا الطفل وكان في لحظة حضارية فاصلة في التاريخ إلا أن المولى عز وجل يوصي هذه الأم إلى أن صناعة هذا القائد تبدأ بإرضاعه. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتبعك ربيا وكلاما لو كذبوا صدقا أتسامى لو جرحوا لوحت سلاما وتغاضيت وسيبقى نهجك عنواني ذبت الجنة في إيماني قاسيت وطيفك أنساني ما قاسيت.